شكرا معلق كابتن حمدي السيد. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 3-2 وايضا فوز نادي الزمالك بلقب الدوري. هارد لك النادي الاهلي. الحقيقه كانت مباراه يعني ماراثونيه، استطاع النادي الاهلي انه يعمل ريمونتادا ويرجع تاني المباراه وتعادل 2-2، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هارد لك ان شاء الله يتبقى كاس مصر للفريق ويتبقى بطوله افريقيا ان شاء الله. كلنا ثقه في هذا الفريق باذن الله انه يستطيع يحرز لقب كاس مصر الاسبوع القادم، وايضا باذن الله يحرز او يعني يحرز لقب بطوله افريقيا كحامل لقب افريقيا عن العام الماضي. ارجع للكباتن كابتن حسام هارد لك، كابتن كريم هارد لك، يعني رايك النهارده كابتن حسام؟ والله يعني نقول هارد لك للفريق وكابتن محمد مصلحي. يمكن الماتش كانت ممكن تمشي بشكل افضل من كده، بس الاستعجال على الفوز هو سبب ان الزمالك كسب شوطين ورا بعض في الاول. والله مش عارف اقول ايه، يعني المفروض ان احنا خبرات اعلى من كده كتير. اللعيبه مستعجله، اللعيبه مش مصدقه اللي بيحصل، ابقى كسبان فرق 3 نقط 4 نقط 5 نقط ومره واحده الفرق كله يضيع. نقدر نقول هارد لك للنادي الاهلي. اتمنى يعني ان انا اشوف حاله الفرقه احسن من كده شويه في بطوله الكاس وبطوله افريقيا. يعني الفرقه شكلها مش متعوده على الضغط العصبي اللي هم كانوا فيه من امبارح والنهارده. يمكن بعض اللعيبه مش في مستواها، اللعيب المحترف بتاعنا لعيب مركز 4 والليبرو خارج التوقعات خالص النهارده. انا توقعت ان هم يبقوا احسن من كده كتير، بالذات الليبرو اخر نقطتين في الشوط الخامس غلط، يعني اخطاء يعني كارثيه منه. اخر كره الحسيني برده لعيب صغير، كان لازم يبقى فيه تصرف احسن من كده شويه. اقول مثلا للعيبه لا، افكر في اللي جاي، عندنا كاس الاسبوع الجاي وبعد كده بطوله افريقيا في شهر 5. اتمنى يعني ان نعيد حساباتنا تاني ان شاء الله. كابتن كريم يعني طبعا بنقول هارد لك لكره الطايره في النادي الاهلي. يمكن النهارده كان الاستعجال كبير قوي في المباراه، ان هم عايزين يرجعوا في المباراه، فده ادى كان باين قوي الشده العصبيه للعيبه في الملعب بعد كل نقطه. كان في نرفزه جامده جدا في الملعب، واحنا كنا بنطالب من اول المباراه ان يبقى فيه هدوء للعيبه. يعني انا مش عارف، يعني اللعيبه المفروض عندها خبرات كبيره قوي تقدر ان هي تعدي المواقف دي، بس يعني ما نقدرش نقول غير قدر الله ما شاء فعل. وطبعا زي ما كابتن حسام بيقول كده، احنا عندنا الاسبوع الجاي الكاس وعندنا لسه بطوله افريقيا، فيعني خلاص صفحه الدوري نقفلها ونبدا نفكر في الكاس الاسبوع الجاي، ونبدا نفكر في بطوله افريقيا. يعني ما كناش نحب ان احنا نتحط في الموقف ده، بس يعني قدر الله ما شاء فعل اكيد. يعني يمكن يا كابتن هو النهارده الحقيقه الشوط الثالث والرابع النادي الاهلي ادى اداء كويس، مش يعني بالواضح يعني او بفرق السكور الكبير كان في اداء كويس، كان ده النادي الاهلي اللي نعرفه فيه البلوكات فيه. حتى الشوط الخامس اللي لم يوفق فيه نادي الاهلي في نهايه المباراه برده كان في اداء نوعا ما جيد، ولكن تتبقى بعض الاخطاء في اوقات قاتله هي دي اللي يمكن بتدي الافضليه لنادي الزمالك. يعني لولا الاخطاء البسيطه اللي بتحصل، مثلا تاتش بلوك تلمس شبكه، خطأين من الليبرو يندر في اخر المباراه، اخطاء بسيطه في وقت ما بيتحملش ربع خطا، مش خطا كامل، يمكن ده اللي شويه كان عمل الهزه الكبيره اللي حصلت النهارده. ولكن بطوله وخلصت، ويتبقى لينا بطولتين في الموسم لابد ان احنا نفوز بيهم باذن الله. يعني ان فريق الكره الطائره ابطال العرب، ما زالوا حتى الان ابطال العرب. اخر لقب من شهر ونص احنا فزنا ببطوله عربيه، سوبر المصري فزنا بيه ايضا من امام نادي الزمالك. اذا الموسم لم ينتهي بعد، لسه في بطولتين ان شاء الله تحصل عليهم، 4 بطولات من 5 انجاز ايضا. فمطالب من اللعيبه التركيز في اللي جاي، وننسى خلاص اللي فات، عملوا اللي عليهم وادوا عليهم، ولكن هي دي الرياضه. ولا رايك يا كابتن؟ اكيد طبعا، يعني يمكن صفحه الدوري خلاص لازم يقفلوها، يبداوا يفكروا في ماتشات الكاس وماتشات بطوله افريقيا. يعني احنا خلاص مش هنقدر نتكلم في الدوري اكتر من كده. احنا كان عندك فرصه ان انت ترجع النهارده في المباراه وانك تلعب مباراه فاصله، بس يعني الضغط اللي كان على اللعيبه اثر عليهم جدا في الملعب، ولعيبه نادي الزمالك كانت بتلعب يعني زي ما بيقولوا كده مش باقيين على حاجه. يعني هم خسرين منك 5 ماتشات، فنازلين المباراه بيلعبوا باستقتال، بيلعبوا يعني زي ما بيقولوا كده يعني ممكن يسيبوا لك الماتش، لكن لا، هم لعبوا بروح في الملعب، وده ادى ان هم كسبونا النهارده. واحنا بجد يعني مش قادر اقول ايه بجد بصراحه، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله تتعوض في ماتشات الكاس وبطوله افريقيا يفرحونا بيها يعني ان شاء الله. كابتن حسام، يمكن النهارده المباراه يمكن عكس مباراه امبارح، مباراه النهارده كان في تباين في المستوى. احنا بدانا الشوط الاول والثاني بشكل مشابه لمباراه امبارح. يمكن حضراتكم قلتوا لنا احنا اوف اير، قلتوا ان احنا مباراه الشوط الاول والشوط الثاني بنكمل على ماتش امبارح، ولكن من الثالث والرابع حسينا ان الفرقه دي فرقه النادي الاهلي، في تماسك، فتباين المستوى
يمكن انا واحد من الناس برجعه للحاله النفسيه، اللعيبه مضغوطه، اللعيبه حاسه بالمسؤوليه، قلقانه تخسر، فبيكون التذبذب ده اثناء المباراه. راي حضرتك من رايك يا كابتن ولا مخالف؟ اه طبعا، بس انا عايز اتكلم كفولي شويه. احنا عندنا اخطاء كارثيه في الملعب بصراحه، عندنا نقدر نقول اخطاء ساذجه كتير. الكره الاولانيه ما بتوصلش كويس، حسام تعب جدا في الشوط الاولاني والثاني، لما الاستقبال بدا يظبط شويه عبد الله لما نزل عمل فرق كبير، وكان واضح جدا في الشوط الثاني والثالث والرابع، الثالث والرابع والخامس. اقدر اقول ان الارسالات بتاعتنا برضو ما كانتش مؤثره بالشكل اللي المفروض ان احنا كنا نلعب بيه. عندنا مشكله كبيره جدا في بلوك نص الملعب، اذا كان محسن او اذا كان عادل لما نزل لا عادل الى حد ما كان ماسك نفسه شويه، محسن وسعودي الاثنين ما كانوش موفقين يعني بشكل كبير. يمكن بعض البلوكات اللي اتاخدت اقدر اقول صدفه، مش كسيستم بلوك، وبالتالي الديفنس ورا ما كانش ليه فاعليه ان انا اطلع كور. الحاجات ديت كلها هي اللي خلت الماتش يطلع بالشكل دوت. يعني خسرت منك بطوله دوري انت خسرانها السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت الزمالك كان احسن من كده كتير، كان معاه اثنين محترفين، السنه دي ما عندوش اثنين محترفين، انت بتلعب مصريين قدام مصريين، ففي جميع الاحوال الاسامي عندنا احسن من الاسامي عند نادي الزمالك. بس اقدر اقول ان الاخطاء بتاعتنا هي السبب. محتاجين نراجع حساباتنا شويه في الاخطاء ديت. اكيد كابتن ميدو والجهاز اللي معاه هيتفرجوا على الماتشين مره واثنين وثلاثه ويعرف الاخطاء اللي عندنا شكلها عامل ازاي. في نقط حساسه بنفقد النقط فيها بشكل سهل. بنوصل مثلا 21 16 21 17 الاقي نفسي بقيت 22 22 في وقت الفرقه انت بتبقى محتاج نقطه، محتاج حد ياخد بلوكايه يعني، محتاج واحد يشيل الفرقه، محتاج حد نقطة يتحمل مسؤوليه الفرقه في الوقت دوت. الحاجات دي كلها لازم كابتن ميدو يراجع حساباته فيها مع اللعيبه، بالذات اللعيبه الكبيره. اقول مثلا ان في بعض الاوقات الاستقبال فيها لازم يشيلني، حتى لو الكره صعب عليا اطلع الكره في نص الملعب وابدا اشتغل بيها اوت اوف سيستم. لا، اللعيبه عايزه توصل الكره صح، والسيرف صعب اذا كان سيرف رضا هيكل او سيرف لعبه في اخر الماتش. طبعا سيرف عفيفي بالنسبه لنا ده كان سيرف كارثي، نقطتين ورا بعض في وقت حرج. الحاجات دي لازم يتعاد عليها مره واثنين وثلاثه، ونشوف الاخطاء بتاعتنا شكلها عامل ازاي. وربنا يسهل في اللي جاي، يعني نكون اتعلمنا يعني من ان شاء الله القادم افضل باذن الله. كابتن حسام بشكرك، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. كابتن حسام ان شاء الله. كابتن حسام شكرا جزيلا جدا لحضرتك وشكرا للنادي الاهلي. كابتن كريم بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. شكرا كابتن هيثم، وهارد لك لفريق كره الطايره، وان شاء الله تتعوض في بطوله الكاس وبطوله افريقيا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، قبل برضو ما نختم مع حضراتكم، النهارده فريق كره السله سيدات استطاع انه يفوز في مباراه قبل النهائي على نادي هليوبلس بنتيجة 76-43. يمكن ده خبر جيد بعد ما انتهت المباراة بالفوز. إن شاء الله يلعبوا النهائي بعد باكر إن شاء الله مع نادي الجزيرة. بكرة إن شاء الله فريق السلة يخوض أولى مباريات الكأس قبل النهائي مع نادي الجزيرة. أتمنى كل التوفيق لفرقنا، بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى جولة جديدة مع استوديو الأبطال.